عليكم ورحمة الله الإخوة الأخوات. كما تشوفوا دابا حنا في مدينة سان بيدرو تيتفرقوا المايوات ديال المنتخب الوطني اللي هما التيشيرتات من وراء صلاة الجمعة في هذا المسجد هذا اللي هو أكبر مسجد في سان بيدرو. الحمد لله، الله يعز الإسلام، بارك الله. الحمد لله، احنا دابا مدينة ديال سان بيدرو، جينا ادينا صلاة الجمعة، الله يقبل لنا ولكم، وجمعة مباركة لجميع أمة سيدنا محمد، وإن شاء الله المقابلة الثانية اللي بتلعب المنتخب المغربي ضد المنتخب الكونغولي يوم الأحد على الساعة 2 ديال هاد البلاد هادي، والثلاثة في التوقيت ديال المغرب، إن شاء الله واخا رغم ذلك الرطوبة والحرارة. احنا الحمد لله مستعدين، وان شاء الله غادي نجيبوا هذا الكاس هذا وتنشكروا الجميع.